لكل محافظة من محافظات العراق لها مطبخ تتميز به عن باقي المحافظات العراقية، ومن ضمن الأكلات اللي تتميز بها محافظة النجف هي الفسنجون، الأكل اللي دخلت المطبخ النجفي من بدايات القرن الماضي. تشتهر محافظة النجف الأشرف بأكلة الفسنجون. أكلة الفسنجون فشيء ممتاز بها المطبخ النجفي. أكلة الفسنجون أصلها عكس العادات، مو للمطبخ الإيراني، أصلها للمطبخ الهندي. من صار عندنا الاحتلال البريطاني استوطنت عندنا بالنجف وكربلاء، استوطنت أكثر شيء عندنا بالنجف، ممتاز المطبخ النجفي بهاي الأكلة. أكلة الفسنجون اشترت بها محافظة النجف غير المحافظات البقية، وكثير من المحافظات أهل المحافظات البقية يجون للنجف على مود أكلة الفسنجون، ويسألون عن موادها، عن شلون تنطبخ وشن طريقة طبخها وطريقة جميع الطرق يسألونها. وعادة ما نطبخها بالدجاج، ولكن أطيب بالفسيفس أو الديك الرومي أو البط. الفسنجون أكلة قديمة تشتهر بها محافظة النجف دون باقي المحافظات العراقية، وأيضا تعتبر من الأكلات الصحية لأن جميع المواد المستخدمة لهاي الأكلة هي مواد طبيعية وغنية بالبروتينات المفيدة للجسم. المجتمع النجفي فد أكلة مميز بها، وهي طبعا بالمناسبة أكلة صحية وتمتاز بمكونات صحية كثيرة، وحقيقة ليس كل المحافظات في العراق يعرفوها هذه المكونات أو طريقة طبخها، فطريقة الطبخ تكون مميزة وحقيقة تحتاج إلى طباخ أو طباخة ماهرة في هذا الجانب. يعني من تقول لأني من النجف يقول لك والله سوي له مرقة فسنجون لأنه متميزين بها. أهم ما يميز هذه المدينة هي الأكلات اللي توجد أو اللي تتواجد بهاي المدينة، ومن ضمنها الفسنجون. الفسنجون هي أكلة هندية دخلت إلى النجف الأشرف بداية القرن الماضي، ولكن النجفيون غير ببعض مكوناتها إلى أن أصبحت سيدة المائدة أو ما تعرف بأكلة الملوك. هذه الأكلة اللي اشتهر بها النجفيين من دون المحافظات العراقية بطبخها وبتقديمها على الموائد الطعام، خاصة بالمناسبات بشهر رمضان المبارك، بكثير من المناسبات. اليوم تجد حتى المطاعم الكثير منها بالنجف الأشرف يطبخون هذه الأكلة لطعمها ولازدياد الطلب عليها من الجمهور النجفي وخارج الجمهور النجفي. أكلات شعبية اشتهرت بها محافظة النجف وتميزت بها عن باقي المحافظات العراقية، واللي يميز هاي الأكلات إن الأجيال الحالية بقوا محافظين على نفس الطريقة القديمة اللي كان أسلافهم يعملون بها. من النجف طاهر العساف، قناة دجلة.